متغرد. صباح الخير. في فقرة التغذية رزان شوحات اليوم رح تحكي عن مبيض القهوة، موضوع كتير مهم. أنا بعرف كتير ناس كانوا ماشيين دايت كتير صح، ولكن مبيض القهوة خرب عليهم، ما بعرف هاي المعلومة قديش صح أو لا. صباح الخير رزان. صباح الخير، أهلا هيثم. هلأ بدنا نحكي عنه، مش بس عن موضوع الدايت، بدنا نحكي عنه من ناحية صحية. نعم. أو كبديل، هل هو فعلا البديل المناسب أو لا كمان؟ تمام. هلأ أنا بشربه فالأحسن إنه يطلع مش كتير مبيض. أنا بشربها. تشربيها؟ بس إحنا دائما نحكي الأشياء الواقعية دعنا. يعني نحنا ما بدنا نقول إنه هو سيء بمعنى إنه أبداً ما نستخدمه. أوكي. لكن خلينا نعرف شو فيه. دائماً أنا بحب إنه الناس أولاً تعرف إيش الأشياء اللي موجودة فيها، ويكون اختيارها أولاً مبني على هذا الأساس، ومبني بنفس الوقت كيف نحن فينا نوزع، حتى لو كان هذا الإشي مش 100% صحي زي ما نحن بدنا. على القليل الكمية ما تكون مضرة. طيب شو المكونات؟ يعني في كثير أشخاص ممكن يفكروا إنه هو بديل للحليب أو زي كأنه حليب باودر. قديش هاي المعلومة صح؟ هلا هاي المعلومة كثير مهمة، لأنه حتى امبارح كمان على صفحتي لما حطيت انه رح نحكي عن مبيض القهوه كان اول تعليق انه ايش هو. فهل هو هل هو حليب بودره او لا؟ اول شيء خلينا نحكي شو هو دانا، علشان الناس تعرف كمان تفرق شو الفرق بين المبيض القهوه وبين الحليب. هلا هو منتجات خاليه من الحليب، حتى هو اصلا يسمى بالانجليزي النون ديري كريمر. يعني بمعنى انه هو المبيض او اللي حليب او الكريمه اللي ما فيها حليب. وعشان هيك صارت التسمية كمان حتى بالإنجليزي، صاروا يبعدوا عن كلمة نون ديري كريمر وصاروا يستعملوا وايتنر، بمعنى إنه نحن ما بدنا نستعمل إنه هو بديل الحليب، لأنه هو مش حليب، هو مجرد مبيض للقهوة. فهو أولا المنتج ما فيه أي شيء من منتجات الحليب أبدا، هو بديل للأشخاص. وأصلا هو بلش استعماله بهاي الطريقة للأشخاص اللي ما بيحبوا القهوة سادة، بيحبوا يكون فيها لون الكريم أو لون الحليب، يخفف من حدتها بالضبط. وعندهم مشاكل بالحليب، انه مثلا عندهم حساسية من الحليب او عندهم لاكتوز انتولرنس، ما بيقدروا يتحملوا السكر اللي بالحليب، فصار هو بالنسبة لهم البديل المناسب ليعوضهم اذا عندهم هاي المشكلة. أوكي. فهو بيجي كبديل للاشخاص اللي عندهم مشاكل من الحليب او ما بحبوا طعمة الحليب. حلو كتير. طب رزان، في انواع او خيارات ممكن تكون، يعني مثلا خيارات اتقل من خيارات تجاريا، خلينا نحكي، ممكن الواحد انه هذا الموضوع يفيده؟ صح، علشان هيك نحن دائما كمان هيثم بنقول نقرا الملصقه الغذائيه ونشوف شو المكونات، ومن هون بيبدا اختيارنا. هلا كل في اكثر من شركه بتعمل مبيضات القهوه، لكن مش كلهم بيكون عندنا نفس المكونات. هلا الشيء الاساسي والشيء اللي هم بيستعملوه دائما هي الزيوت المهدرجه النباتيه، بالاضافه لمكونات اخرى مثل الكورن سيرب او اللي هو السكر اللي معمول من الذره. فبهاي الحاله هذه الاشياء اللي بتخليه مش منتج صحي. لأنه نحن دائما بنقول إنه بدنا نبتعد عن الدهون الحيوانية وخاصة الدهون المهدرجة. يعني لسه لما نحن بناخذ الدهون الحيوانية اللي بالحليب هي دهون سيئة أكيد صحيا للقلب وللكوليسترول، لكن الدهون المهدرجة نباتيا، شو يعني مهدرجة؟ هي دهون نباتية من الزيت ضفوا لها ذرة الهيدروجين لحتى تصير شبيهة بالدهون الحيوانية، لكن بهاي المرحلة بيصير عندنا الدهون المتحولة أو اللي بنسميها الترانس فات، وهي صحيا أسوأ من أي ناحية؟ من تأثيرها على القلب وتأثيرها على تسكير الشرايين، وحتى كمان في بعض الأبحاث عم بتقول إنه السكر الكورن سيرب الموجود له تأثير كمان سلبي على السكري أو على الأشخاص اللي عندهم استعداد يصير عندهم سكري النوع الثاني. طب هاي المضار زين، إحنا عم نحكي عن كمية مثلا معلقتين بالقهوة، أو إذا بنشرب مثلا قهوة مرتين عم نحط 4 معالق، قديه الكمية؟ هون برجع برضو للي حكاه هيثم بالبداية، إنه الأشخاص اللي عم بيعملوا رجيم أو الأشخاص اللي عم ينتبهوا للكمية اللي هم عم بياخدوها حتى ما ياخدوا الضرر. هلأ الإشي اللي كمان نحن منخاف منه إنه لما عم بتصير هاي المنتجات بدل الحليب، يعني احنا عم نبطل نشرب حليب. نعم. وصرنا عم ناخذ هاي المنتجات اللي فيها الدهون المشبعه او الزيوت النباتيه، فعشان هيك احنا بنقول انه اولا ما بدنا اياها تكون بدل الحليب. يعني بدنا نشرب حليب، لكن اذا مره باليوم لسبب ما انا حبيت اخذ هاي المبيض، ما تكون هي البديل الكامل دائما بدالها. هلا السؤال كمان تبعك دانا انه قد ايه فينا ناخذها؟ اذا نحكي من ناحيه سعرات هيثم، زي ما انت كمان
كمان بالبداية قلت لي، منقول إنه كل معلقتين صغار من معالق الشاي اللي هي تقريباً 8 جرام فيها 40 سعرة حرارية، فهي فيها كمية سعرات حرارية وفيها دهون مشبعة عالية كمان بتشكل تقريبا 4% إذا نحن أخذنا هدول المعلقتين. نعم. فعشان كمان نتعدى كنسبة وتناسب عالي طبعاً. الكالوري طبعا كنسبة يعني هي عم تيجي زي نص كاسة الحليب. والفوائد هلا نحن كمان شو بنسمي الشغل بنقولها empty calories، يعني احنا عم ناخذ الحليب عم ناخذ قيمة غذائية، عم ناخذ كالسيوم، عم ناخذ بروتين، بينما نحن لما عم ناخذ مبيض القهوة عم ناخذ امتي كالوريز، عم ناخذ بس سعرات، ما عم ناخذ كالسيوم، ما عم ناخذ فيتامينات، ما عم ناخذ حتى كمية بروتين اللي نحن بحاجة لها من الحليب تبعنا. يعني عم بحاول افكر انه اكمل احطه بالقهوه ولا لا. يعني رزان انت بتنصحي ان الاشخاص اللي بيقدروا انهم يتخلوا عن هذا المبيض انه يتخلوا عنه، صح؟ او لو بدهم يستعملوه ما يكون دائما بكل كاسه بدل الحليب، لانه نحن لسه بالعكس بنقول، نحن بنقول خلينا القهوه تساعدنا نشرب حليب مش القهوه تمنعنا عن شرب الحليب. وحتى بالبدايه لما حكيت عن موضوع الرجيم، وهي برضه واحده من الاشياء اللي كثير الناس دائما بتسال عنها، انه طب انا باخذ الدايت او باخذ اللوفات او باخذ قليله وهون بدنا كتير ننتبه لهاي الجملة، لأنه جملة أقل دسم مش معناته قليل، وجملة قليل مش زي خالي، فدايما ننتبه للكمية ونقرأ الملصقات. هلأ الإشي الثاني بالمبيض القهوة، أنه لو كان قليل الدسم هو أقل من ناحية الدهون المشبعة، فهو حللنا جزء كبير من ناحية الصحية اللي نحن عم نحكي فيها، لكن هو مش خالي من الدهون المشبعة إنما بكمية أقل. هلأ الإشي الثاني اللي الأشخاص اللي عاملين رجيم بدهم ينتبهوا له، أنه هي السعرات مش كتير أقل، يعني المعلقتين زي ما قلنا اللي فيهم 40 على الأقل ممكن تكون 35 أو 30 بقليل الدسم، لأنه هم لو قاموا الدسم رح يحطوا منتجات ثانية رح برضه ترفع من السعرات الحرارية، فبتضل السعرات الحرارية سواء كان قليل الدسم أو كامل الدسم متشابهة جدا. وهون الغلطة اللي بوقع فيها كتير ناس، إنه ما هو قليل الدسم باخد 4 معالق، باخد معلقتين. بدي اريحك دانا والله زعلانه، لانه اقول لك شو، الصبح ما بحب الحليب، يعني حاولت اكثر من مره او بتجيني فترات اوكي بحط الحليب، بس يعني المفضل عندي المبيض الصبح. اوكي، وبقيت النهار بتشربي حليب ولا لا؟ جبنه. على فكرة أنا يعني مبسوط هلا في عندك نوعين، أنا ما بشرب يعني أو ما بستخدم المبيض نهائيا، بجوز دانا بتستخدمه دائما، بشرب القهوة بدون سكر وبلاك، ما بعرف شو الهدف، بجوز هو الطعم دانا صح؟ طب شو عندك نصيحة مشان الطعم، ممكن ناخذ إشي حلو مع القهوة مثلا؟ صح، هلا الطعم بتختلف، لأنه اللي عم بيحبوا القهوة مش سادة، بيحبوها بنكهة الكريمة، ما رح تحل لهم الحلو المشكلة، لأنه هو مش عم بدور على شيء حلو، هو عم بدور على طعمة الكريم أو طعمة الحليب بمعنى آخر اللي تكسر من حدة القهوة اللي بتكون دارك كتير. فأنا بطبعي بطريقة نصائحي دايما بحب دانا أكون متوازنة، يعني ما بحب أقول لك دانا خلص وقفيها، لكن إحنا بنكون منطقيين، اللي ما نقلل من صحتنا أولا، يعني أولا ما نتنازل عن الصحة، ما رح أكون منطقية على حساب الصحة. فأولا منقول ما منتنازل على الصحة، لكن بنفس الوقت بقول لك أول شيء اشرب الحليب دانا على الأقل حتى تكوني عم تاخدي الكالسيوم، عم تاخدي البروتين أنت بحاجة له، لأنه الجبنة واللبنة ما رح تكفيكي. خدي قليل الدسم عشان تخففي من الدهون. هلأ الإشي الثاني، أنت بتصير عندنا مشكلة أكتر بالدهون المشبعة لما أنت عم تاخدي مبيض القهوة، عم تاخدي منتجات جاهزة، يعني الدهون المشبعة مش بس موجودة بمبيض القهوة، موجودة بالكيك الجاهز، موجودة بأي إشي جاهز نحن عم نشتري. فإذا أنت كنت عم تستعملي كل المنتجات الجاهزة اللي فيها دهون مشبعة، هون بتصير المشكلة أسوأ. بس إذا أنت مثلا منتجاتك الكيك أنت عم تعمليه بالبيت من المكونات الرئيسية طحين وبيض وحليب قليل الدسم، عم تستعملي المنتجات الثانية ما فيها دهون مشبعة، عم تستعملي الزيت بدل السمنة والزبدة، فأنت ما عم تاخدي دهون مشبعة بالمرة. لو أخذتي هدول المعلقتين مع القهوة اللي انت بدك اياها بالصبح، ما رح يكون تأثيرها، لانها رح تكون لسه 2 أو 3%. بس اذا كنت عم تاخدي 4% وعم تاخدي 3 أو 4 كاسات باليوم، وعم ترجعي تاخدي منتجات تانية، صرتي عم تاخدي فوق 20% من الدهون المشبعة اللي نحن ما بدنا اياها، وخاصة الدهون المهدرجة اللي منقول برضو بدنا نقللها اكتر كمان. طب انا بدي ارجع اركز على موضوع ايش مخاطرها، يعني كمبيض قهوة ايش ممكن يكون على المدى البعيد للاشخاص اللي كتير بياخدوا كميات متعودين عليه على مدى
سنين. صح، المشكله بالكميات الكبيره. برجع مره ثانيه بقول، والمشكله بتيجي من المكونات. فنحن لو قرانا اول مكون اللي هو الزيوت المهدرجه، والمكون الثاني اللي هو الكورن سيرب او محلول السكر. هلا هدول الاثنين هم اللي فيهم مشكله. مشكله بمعنى انه الدهون المهدرجه هاي عم بتاثر بطريقه سلبيه كثير على القلب والشرايين. ورح ارجعك لقصتها اكثر كمان، انه نحن دائما بنقول الدهون الحيوانيه سيئه لانها بتسكر الشرايين. فبالتصنيع صاروا يدوروا على زيوت نباتيه حتى تكون خاليه من الكوليسترول وتكون من مصدر نباتي، واللي يكون تاثيرها اكثر صحيا. فصاروا ياخذوا هاي الزيوت ويضيفوا لها الهيدروجين لحتى تصير مشابهه او صلبه على درجه حراره الغرفه. لكن زي ما قلنا بهاي العمليه عم بيصير عندنا تحويل للدهون. هاي الدهون المهدرجه او الترانس فات عم بيكون تأثيرها على القلب أسوأ كتير من الدهون الحيوانية. عم بيكون تأثيرها على أمراض السرطانات والشيخوخة أسوأ بكتير من الدهون الحيوانية، وعم بيكون تأثيرها على، حتى في بعض الأبحاث الجديدة عم بتقول قد عم بيكون لها تأثير سلبي كمان على الإصابة بالسكري النوع الثاني. فهاي من أول ناحية بالإضافة للكورن سيرب. والأسوأ بيصير لما نحن عم نضيف كمان سكر. يعني لسه في الأنواع اللي بتكون جاهزة فيها السكر والمبيض مع القهوة، فهي بتكون لسه تأثيرها أسوأ كتير. فنحن بنقول أولا نأخذ القهوة مع، إذا بدنا نأخذ مبيض مش بكمية كتير كبيرة، نقلل السكر حتى نقلل كمان من السكريات اللي موجودة فيها أكتر كمان. نعم رزان، بدي أسألك بالنسبة للأشخاص اللي بحطوا مبيض عشان يخففوا حدة القهوة، مش من أجل المبيض، يكون عندهم مشاكل في المعدة أو حرق أو كذا، ولكن بحبوا يشربوا القهوة على الريق الصبح، فهم بيستخدموا مبيض مشان يخففوا من حدة القهوة على معدتهم. شو النصيحة؟ هلأ هي ممكن تساعد شوية هيتم، لكن هي ما راح تخفف كتير. لسه الحليب رح يخفف اكثر، وعم بتكون عم تاخذ فوائد. يعني لما عم ناخذ الحليب مع القهوه الصبح عم ناخذ كالسيوم، عم ناخذ بروتين، عم ناخذ فايده اكثر، وبرضه بتخفف من الحده تبعتها. فنبدا نجرب دائما انه نغير. وفي شغله كثير مهمه، التعويد. يعني يمكن احنا كنا زمان ما كنا نستعمل مبيض القهوه، وكنا نشرب القهوه مع حليب وكنا متعودين عليها ومبسوطين، بس التعويد هو الاساس. فانا ابدا ارجع اعود حالي على شرب الحليب مع القهوه حتى أكون استعملت القهوة كفايدة أني أنا أشرب الحليب. بنسميها القهوة بتصير زي كارير، يعني حاملة للحليب للأشخاص اللي ما بيشربوا الحليب أبدا. أنا تذكرت بديله أنت عم تحكي اللي هو بيكون حليب محلى أهون ولا دانا؟ احنا بدنا نلاقي بديل احسن. محلى يعني، شوفي بس حليب. حليب صح، وعم يعطينا الفايده، لكن بختار يا سكر يا دهون. لا انا رح اقول لك ابدي بالسكر بس مش المحلى. ابدي انت ايش قصدي؟ يس، الحليب اللي بيكون بالعلب الحديد اذا بدنا نحكي. هلا بيكون محلى. هلا في نوعين كمان، في محلى مركز وفي محلى او مكثف، هو بيكون بسموه مكثف. هلا اللي بس مكثف هو عباره عن حليب زي هذا، غلوه كثير على النار، وانت ممكن تعمليها بالبيت، تضلي تغلي فيه تغلي فيه تغلي فيه لحتى يتبخر المي منه اكثر، فبيصير مركز. فعشان هيك انت ممكن تحطي بدل كاسه على القهوه معلقتين. هلا هذا ما بيكون سيء لانه هو حليب، انما بس تبخر. اللي بيكون سيء لما بيكون مكثف ومحلى، لانه صار فيه كميه سكر اضافيه. وعشان هيك بتلاحظ انه اللي بيكون مكثف بيكون لونه غامق لانه هو انغلى كثير، فصار السكر اللي فيه زي كراميل حتى، عشان هيك اعطى اللون الداكن اكثر. فلسه المكثف احسن من المكثف محلى، لكن الاحسن واحسن الحليب. فانا اذا بدي اقول لك، عشان زي ما ارجع لموضوع لما قلتي لي اختاري لا بختار انه انت تاخذي الحليب مع معلقه سكر بدايه، وتصيري برضه ترجعي تعودي حالك على المعلقه تصير ثلث ارباع، ثلث ارباع تصير نص. الشعيرات اللي بلساننا كثير ذكيه وكثير بسرعه بتتعود، وعلى طول مرتبطه بدماغنا بالاحساس تتأقلم. بالرضا والانبساط لما ناخذ هاي الطعمه. فاذا مره واحده منعناها رح يكون تاثيرها سلبي، فبنبدا نخفف شوي 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 شوي. رزان، بدي ارجع لو سمحتي للانواع الجاهزه اللي فيها يعني مبيض جاهز، هل هي أسوأ من المبيض لحال ولا احسن؟ أسوأ من ناحيه لانه انت رح تضلك متعود على هاي الكميه بالسكر، بكميه المبيض اللي ممكن تتعدى المعلقتين وخلص، ما فيش مجال انك تغير هذا مثل البرودكت او المنتج معين انت تعودت عليه عم تاخده كل يوم. ما فيش مجال انك تخفف من المبيض منه، فيفضل المبيض برا عشان الواحد يقدر يخفف منه. صح، وهي مثال كتير صغير زي لما نحن بنعمل بريق الشاي بالبيت وبنحليه
نحن عم نعود كل العائلات تشربه بنفس درجة الحلاوة، فعشان هيك نفس الشيء أنا بقول حتى الشاي اللي نحن بنعمله بالبيت ما نحلي، نخلي كل واحد له الاختيار إنه هو يحلي مش ياخده محلة. لكن عصر السرعة اللي إحنا عم ندور دائماً على الإشي السريع وسهل، اللي بدل ما أنا أحط تنين بحط واحد وخلاص بخلص، بدنا نحاول لا نرجع شوي نتعب حالنا أكثر كمان. نعم. طب أنا سؤالي الأخير، إنه في ناس راح يحكوا لك إنه مع الكافيين ما في فايدة للحليب، شو بتحكي؟ لا، وهذا اللي برجع دائما عندي جواب باطئ. ما راح تهرجيني. ما تخافيش، ما تخافي على رزان. بالعكس، انا راح اقول اذا انت ما بتشرب الحليب ابدا الا مع القهوه اللي فيها كافيين ولا البلاش، احسن من ما اشربه بالمره. عشان هيك احنا بنقول القهوه تعتبر حامل للحليب في بعض الاحيان، لانه هي عم بتساعدك تشرب الحليب. فلو قلنا مثلا انه ممكن اخذ الديكاف اللي هي القهوه اللي مسحوب منها الكافيين، فانا هيك بكون كسبت نكهه القهوه مع فوائد الحليب. مع فوائد الحليب. نعم تمام، خلص. جميل جميل، ما فيش دانا ما في حل. يعني لا، انا من اول فقره ودانا عم بتحاول تلاقي حلول غير صحيه. بتعرفي سبحان الله اليوم قاعده بحط مع قهوتي المبيض، ودائما عندي الصبح شعور الجلد انه هذا الشيء مش صحي، فحكيت اليوم بدي اعرف المعلومه الكامله. فشو طلعت اليوم؟ طلعت انه بكمل العلبه الموجوده، صرت شريتها وخلص. انا صراحه بالعكس، يعني ما بستخدم هاي المنتجات بالمره، وعم بحاول انه افهم وجهه نظر الاشخاص اللي بيستخدموها عشان انا صح. كمان احاول انه اساعدهم يعني. وهذا اهم شيء، لما انت تحط حالك محل الشخص، عشان انا بحط حالي محل دانا شو فيني اعمل. فبدور على الاشي زي ما قلنا اللي صحي من غير ما اتنازل عن النكهه اللي انا بحبها كمان. تمام تمام، شكرا كثير يا رزان. يعني بالفعل معلومات كثير مهمه ويعني دقيقه جدا كانت، شكرا لك. شكرا لك، يعطيك العافيه. ثانك يو رزان.